السلام عليكم، سي سوسو كويزين. اليوم راح نشوفو لا غسيت على صوص بيشاميل اللي نستعملوها في بزاف لي بلا. هذه لا غسيت فاسيل وبلا بيب. دونك لتحضير هذه الوصفة يلزمنا 40 غرام زبدة، 40 غرام فرينة، نصف لتر حليب، ملح وفلفل أسود، وهنا فرماج اختياري. في كاسرول على نار متوسطة نذوبو الزبدة. كي تذوب الزبدة نزيدو لها الفرينة ونحلوها مع الزبدة. نزيدو الحليب تدريجيا ونخلطو باستعمال فوي حتى يتعقدنا لاصوص. كي نشوفوها بدات تغلي نزيدو الفرماج. هنا استعملت فرماج فوندو، مي تقدرو تستعملو غرويير. بعد لي نحلو هداك الفرماج في لاصوص نزيدو لها فلفل الكحل والملح. باش تنجح لكم لاصوص لازم تقعدو تخلطو فيها مليح باش ما يندارولكمش لي غرويمو في لاصوص تاعكم. كانت هذه هي لا غسيت تاع لاصوص بيشاميل اللي تقدروا تستعملوها في بلوزيوغ بلا. اذا عجبتكم لا فيديو ديروا جيم بارطاجيو.